معرض ناس النهر، معرض يحتفي بسكان أسوان يحمل اسم ناس النهر للفنانين التشكيليين محمود الشنقرابي، علي المريخي ودكتورة ميرفت شادلي. قدموا لنا أفضل جزء من فنهم وإبداعهم، بالإضافة إلى لمستهم الإنسانية والثقافية والبصرية. إنها ثمرة حضارة عظيمة ورثتها أجيال مختلفة من الموهوبين حقا، وكل عمل يوضح بلا شك أن القوة الناعمة لمصر لا مثيل لها. كان المعرض احتفاء بالفنان محمود شنقرابي، وهو فنان أسواني من الفنانين اللي يعني هو 75 عام الآن، ومن الفنانين اللي اشتغلوا في الفن 50 سنة، ولكنه كل عروضه كانت، معظم عروضه كانت في أسوان، وكانت بعد كده من سنة 2000 يمكن بعض العروض في اسكندرية عن طريق الأستاذ الفنان الكبير اسمه الدوستاشي برضو اللي كان بيدعم هذا الفنان. فكانت الفكرة ان احنا بنعرض مع الأستاذ محمود الشنقرابي، تحية لي يعني. فبالتالي اقترحوا اسم الرواية، اسم المسرحية بتاعت ناس النهر للكاتب حجي الدول، لعلاقتنا احنا كلنا احنا الثلاثة بالنهر، لنا علاقة وطيدة بالنهر، رغم ان الاعمال ما فيش نهر في اي عمل من الاعمال المعروضه، كل الاعمال المعروضه ما فيش نهر في اي عمل، بالعكس في صحراء، لكنها لازم يعني لا يمكن ابدا يكون موجود هذا الانسان الا بجانب النهر، لازم يبقى هو جانب النهر. العادات والتقاليد الموجوده سواء اللي بتعرضها اللي اخترتنا تعرضها المجموعه، لو حتى اخترتنا تعرضها الدكتوره ميرفت شاذلي مثلا، حوالين العادات والتقاليد في الافراح وبعض العادات والتقاليد في النوبة، وهم بالطبع على النهر، موجودين على النهر. الفنان محمود الشنقرابي فنان تشكيلي، ولد في حي شنقراب وأسوان في نوفمبر عام 1954. هو فنان تشكيلي وشاعر يمارس الفن بالأسلوب الشعبي الأفريقي الفرعوني. يعد أحد أبرز الفنانين الشعبيين التلقائيين من فناني الصف الأول لإقليم جنوب الصعيد. النهر هو بدأ بفكرة خاصة يعني قال عليها أو دعمها الأستاذ سمير عبد الغني. أستاذ سمير دايما بيشوف على وسائل التواصل أعمال الأستاذ محمود الشنقرابي، هو فنان مخضرم جدا ولكنه مقيم في أسوان، ونتيجة ظروف كتيرة هو ما تلقاش الدعم الكافي ولا الظهور الكافي كفنان له تجربة ذات خصوصية عالية جدا، لأنه خليط من التراث على المعاصرة على حاجات كتيرة في نفس الوقت، كلها جهود خاصة بالأستاذ محمود نفسه. أنا حقيقة طبعا من أهل أسوان، أحضرت معايا اللوحات، وكانت هنا الطرف الثاني أني أشارك مع الأستاذ محمود، والطرف الثالث جه هنا بمشاركة الأستاذ علي المريخي، لأنه سواء كان الأستاذ محمود أو الأستاذ علي هما الحقيقة وأنا كل واحد فينا ليه مدخل مختلف جدا في عالم الفن، بيجمعنا أن احنا جايين من الجنوب وجايين من أسوان واخدين الأمر بجدية فعلا، زينا زي ناس كتير جدا عايشة في أسوان، والحقيقة كل واحد فيهم ممكن يبقى أيقونة بذاته في استحضار الفن اللي جاي من الجنوب. احنا هنا فكرنا انه نبدأ او نكون بداية لمجموعة من المعارض تحت اسم ناس النهر، كلنا بيجمعنا النهر، وممكن تبقى تتبعها بعد كده معارض أخرى لناس تأثروا بالفنون اللي في الجنوب أو موجودين في الجنوب. حكايتي مع الفن الحقيقة هي حكاية حب أولاً للرسم بشكل عام، زي أي طفلة كانت بترسم. الفرق بس إن أنا عندي حسن حظ، لأن والدتي دايماً كانت بتشجعني على الرسم، وكانت بتحط فيا يعني القدر المعقول من الثقة في إنه أكون إيجابية في الحياة وبشتغل أي حاجة وأنا جادة. بس بعدين أنا أصلا من أسوان، وكنت دايما برجع
في أجازة الصيف لأسوان، وده بالنسبة لي كان أهم حاجة علشان أقدر دايما أتزود بالطاقة وبحب العائلة الكبيرة، وأزداد ارتباط بالعادات والتقاليد والممارسات اليومية اللي ممكن كانت بتمارس هناك يعني بشكل لغاية وقت قريب. يعني الأعمال بتاعتي أنا أعمال تنتمي إلى يعني إلى العمارة أكتر. يعني أنا كنت مهتم بمنطقة اللي هي منطقة نجع شجرة، ومنطقة في الشمال في أول أسوان أنت وداخل، وهي علاقتها بالنهر علاقة غريبة جدا، لأنه هم المفروض أنه هم أرضهم كلها على النهر، فبالتالي الفيضان لما بيجي كان بيغرق المكان ده، فما يقدروش هم يسكنوا فيه، فطلعوا فوق الجبل وطوعوا الجبل لأنهم بيعملوه يعني مساكن بالجمال اللي حضراتكم ممكن تشوفوه في الأعمال الموجودة اللي أنا عملتها، اللي فيها أعمال من سنة 2000، في عمل لي 23 سنة مثلا منهم، وأنا بدأت فيها قبل كده، يعني بدأت فيها قبل كده لأن المكان ده أنا حبيته جدا، وهو علاقته بالنهر في أنه هو النهر طرد الناس لأنه هم يروحوا الجبل، لكن هم بيبصوا عليه مباشرة، يعني هو تحتهم مباشرة، أرضهم اللي تحت بعد السد بقت أرض خصبة فيها زراعات المانجو والنخيل، طبعا أجود مانجو والنخيل فيها، وهم لم يضروا الأرض بتاعتهم وسكنوا، اختاروا أنهم يسكنوا. صعوبة أنا عجبني كان صعوبة البنى فوق الجبل، لأنه هو بيختار أنه هو يكسر الجبل ومن ثم يقيم مساحة فيه ويبني بنفس اللي كسره، لأن هي فيها حجر جيري وطفلة، ويبني بنفس الخامة ولا يخرج كل البناء اللي في المنطقة دي عن تحت قدميهم، عن البيئة نفسها، كل يعني هو بص تحت قدميه ويبني زي ما حسن فتحي كان بيقول انظر تحت قدميك وابني الخامة اللي انت موجودة تحت رجلك. معظم الأعمال بتاعتي الموجودة في المعرض علاقتها بالنهر انه الناس ينتموا الى النهر، لكنهم سكنوا فوق الجبل حمايه لارضهم من يعني في الفيضان، فبالتالي معظم الاعمال دي يعني انا بداتها من قبل سنه 2000. انا كنت خلصت من معرضي اللي عن قريتي في 95، وبدات بعد كده احب هذا المكان فعملت منه مجموعه الاعمال اللي تشوفوها. نهر الناس النهر مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للأستاذ الكاتب النوبي الكبير حجاج أدول، وهو واحد من أبرز الكتاب الروائيين المصريين. النهر هو الحقيقة أحد أسماء أعمال الأستاذ الأديب حجاج أدول، وهو فنان أديب نوبي كبير. كان الرواية بتاعته أو النص بتاعه اسمه ناس النهر، استأذناه فإن احنا نقتبس الاسم ويبقى معانا، وإنه كمان يجي يعمل افتتاح للمعرض، لأنه الحقيقة هو من أحد الأدباء المهمين اللي بيشتغلوا في الاقتباس من أفكار الجنوب والنوبة وغيره. شغلي هو خليط من المنظر الطبيعي على البشر، خليط من حاجات كتيرة جدا تشتم فيها ريحة الجنوب وأصالة الجنوب في رأيي، يعني أو من وجهة نظري، علشان نقدم حاجة حقيقية موجودة. بهتم بالعادات والتقاليد والبشر والناس والنساء بشكل خاص، يعني مشاعرهم أحاسيسهم زي ممكن يبقى نقاط التميز بتاعتهم، وده كله بينعكس في شغلي واللي أنا هنا مشاركة بجزء منه. في 95 عملت يعني معرضي الخاص الأول، وعملناه في مكان عملناه في كومومبو، وهي مدينتي اللي أنا مولود فيها. أنا مولود في قرية في مدينة كومومبو، وكان حوالين قريتي، ولأن كل شغلي في الغالب حوالين هذه القرية. كل يعني حتى الآن أنا متأثر تماما بتربيتي فيها،
وهي في الغالب اللي منحتني كل الحاجات اللي شافتها عيني وحببتني في مسألة الفن. عملت أول معرض كان بعنوان ذاكرة القروي، يعني كان معرض بتكلم فيه أو بحاول أسجل فيه علاقتي أنا بقريتي، علاقة الناس ببعضها سواء في العادات التقاليد بتاعتهم، أفراح أو أطراح، حتى الأحزان نفسها سجلتها في ده، وعلاقة الناس بالبيئة نفسها، هم بيشتغلوا في 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 الحقل، في مع الكائنات بتاعتهم، مع الـ مع الـ مع كل كائنات، علاقة الناس في القرية بكائنات زي الحمير أو غيرها، ده كله لأني دي من الحاجات اللي كنت ألاحظها، يعني علاقة الرجل عندنا بالحمار بتاعه مثلا علاقة تكاد تكون يعني حميمية. ويمكن في العمارة في حسن فتحي لما عمل العمارة عمارة الفقراء دي، أو عمل حاجة إنه تبقى اللي يبقى الرجل الفلاح ده قريب من الحيوانات بتاعته علشان يحس بيها، لو الجاموسة بتاعته هتولد، لو الجاموسة بتاعته تعبت، لو الأغنام بتاعته، لو الحمير بتاعته، بيبقى في الغالب كان يتعمل في بداية البيت علشان هو يدخل يشوفهم وهو خارج يشوفهم، يعني فبالتالي أن حتى العمارة نفسها متناسبة مع ده. وانا كنا حتى قريتنا كانت مبنيه، لاني دي قريتنا من القرى اللي بنت حسب طراز الطيني اللي هو القباب يعني، ولحد ما يعني ما كبرنا وكانت موجوده يعني، فبالتالي كانت مبنيه على نفس التراث. العلاقات دي موجوده ما بين الانسان والحيوان بتاعته، ما بين الانسان والزرع بتاعه، ما بين وهكذا، وما بين الناس طبعا وعلاقتهم فيما بعض، كل ده تسجل في معرضي الخاص في 95. موهبة هنا بتبقى مجرد الباب اللي بيتفتح، حتى انه يعني انا بالصدفة كان متشككين في اللائق بتاع الثانوية، الحمد لله انا لائق يعني، بس المهم انه ابتديت اشوف بقى الكلية والقى بعض التشجيع من بعض الاساتذة، لكن الاهم في ده انه الحقيقه الفن من اكتر المجالات اللي ما بتنفعش فيها الا انه الواحد فعلا ياخد الامر بكتير من الحب والجديه برضه، لانه كتير جدا بيدخلوا الكليه وبتنتهي علاقتهم بالفن بانتهاء الدراسه، لكن انا ابتدت علاقتي الاحساس اكتر بالمسؤوليه والفن مع انتهاء الدراسه. فالتحدي الاكبر هنا انه الواحد يستمر في ممارسه الفن على الرغم من عدم وجود اي نوع من الدخل الاقتصادي اللي جاي من هذا الجانب، في ظل ارتفاع للالوان وحاجات كتيره جدا هي ابجديات ممارسه الفن. في مهن ممكن تمارس اسمها فن، زي مثلا انه ممكن في بعض الناس تستغل بعض الطلبه فتخليهم يرسموا حاجات مستنسخات او في رسوم مثلا، لكن حد تاني ياخدها ويكتب عليها اسمه لمجرد هنا ان يبقى عندك دخل. الحقيقه ده كان بالنسبه لي بيتعارض خالص مع القيم اللي انا يعني جايه فيها من الجنوب، اللي هي قيم انه يعني انا ما اقبلش ده، يعني مش في حاجات بقبلها وفي حاجات ما اقدرش اقبلها حتى ولو كانت فيها دخل مادي، وانا طبعا برضو عايزه اعتمد على نفسي وعايزه يعني ما افضلش دايما معتمده على الاسره يعني. فده كان الاجابه الافضل، ان ممكن اشتغل في مهن بتبقى قريبه لمجال الرسم زي التدريس مثلا في بعض الاحيان بشكل مش مباشر، لان لو كنت دخلت مثلا في مجال العمل كتدريس في الفن في مدارس او غيره كنت واعيه قوي لانه ممكن يبقى ده الخط الاول، لكن الخط الثاني اني اما اركز في التدريس او في الفن. فهنا كان ده مجرد شعرة معاوية بس اللي تخليني أقدر أدخل دخل ولو بسيط لنفسي علشان أقدر أستمر. الفنان علي المريخي إعلامي كبير قدم العديد من البرامج الثقافية التي تولي اهتماما كبيرا بالفن التشكيلي،
يذهب بحثاً عن فنانين من الجنوب وبيوت في الجبال، وينجح بذلك في الاستفادة من الخبرات المتراكمة. يقدم الفن بروح المثقف المعاصر، ليس فقط من خلال الرسومات، ولكن أيضا من خلال اختيار الألوان وأشكالها على القماش، ويفصح لنا من خلال فنه عن فلسفته ورؤيته الخاصة للعالم. بدأت محبتي للفن من خلال والدي، هو شيخ وحافظ القرآن، وكان بيحب مسألة أن أولاده لازم يبقوا خطهم جميل. كان عنده يعني حساسية شديدة جدا من أن خط يبقى مش كويس أو خطك يبقى سيء، لكنه في نفس الوقت كان بيرسم، وكنت أنا ألاحظ ده، وكان بيرسم على علب الكرتون، بقى علب الكرتون وأي أوراق إليها يرسم عليها في الغالب بخطوط بسيطة، وكنت أجمعها أنا وأحب دايما أقلدها وأرسم يعني وأرسم زيها بالضبط يعني. فبالتالي وقعد يتابعني خلال المرحلة الابتدائية مع المدرسين بتوعي إن خطي لازم يبقى كويس، وكان في الغالب كنت بتضرب كتير علشان أحسن خطي يعني، وبكتب كتير، وهو نفسه كان يطلعني على صبورة أكتب علشان يبقى خط جميل، لأن أخويا الكبير خطاط محترف، ووالدي نفسه خطه جميل، فهو كان المسألة. فبدأت من الخط العربي، يمكن حد ابتدائي دخلت في مسابقات في على مستوى المحافظة، وكنت فزت بجوائز بسيطة في الخط العربي، وإن كنت بعد كده هسيب الخط العربي تماما يعني في ثانوي بعد كده لما يعني هطلع الرابع، فأزعل وأسيب مسألة الخط يعني، وكان لحد دلوقتي كويس. لكن هي بدأت بده، وبعد كده المدرسين بتوع الابتدائي بتوعي، أبويا كان بيشتغل في نفس المدرسة، فبالتالي كان حريص إن هو يتابعني معهم يعني زي بتابع كل إخواتي. وكان من حسن حظي مثلا إنه يبقى عندي مدرس اسمه جمال كامل، فيبقى اسمه كله على بعضه الجمال والكمال فعلا، لأنه كان بيعزف موسيقى، وكان بيدرسنا الرياضيات، وكان بيلعب كورة حلو، وكان بيرسم حلو جدا، حتى إني كنت بتتبعه لما يرسم في أي مكان على 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 مصيص حائط الجامع، وأنقل نفس الرسومات. فكل دول يعني كل ده كان محفز لي إن أنا أحب الرسم، والدي ومدرسيني في الابتدائي. فنانة دكتورة ميرفت أشهدلي لديها رؤية مختلفة للعالم من خلال منح اهتمام خاص للنساء، نساء الجنوب. تمكنت من إيصال صوت الفنانات من الجنوب وإبراز المشاعر الخاصة والعواطف والحياة اليومية لهن. إنها طريقة لإحياء الجمال البصري من خلال إعطاء بعد حديث لروح الجنوب. بعد ما خلصت الكلية الحقيقة اتفاجئت إن كل ما أحاول أشترك ما بتتقبلش الأعمال، على الرغم من إنها أكاديمية ومدروسة وغيره، لكن هنا التحدي الثاني اللي هو إنه إزاي الواحد يبقى له شخصية مميزة علشان يبقى الشغل هنا شغل حقيقي بيحمل لقب الإبداع، وده لا يمكن يوصل له الطالب العادي إلا بعد جهود كتيرة على نفسه. ويا ترى نركب الموجة لمجرد ان احنا نبقى بنعرض في معارض زي كده، فالموجة دي معناها يعني الدخول في اساليب جديدة ومستحدثة وفي الفنون المعاصرة، ولا نفضل متشبثين بالحاجات اللي ممكن نكون اتعلمناها في الكلية. بعد سنوات طويلة جدا وصلت لي الإجابة من احد الفنانين المخضرمين اللي كان اسمه الأستاذ زهران سلامة. الحقيقة اللي فضل كبير عليا، لأنه سألني سؤال واحد، هو أنت بترسمي لنفسك ولا بترسمي لمجرد المشاركة في الفعاليات، لمجرد قبول الناس أو الواقع التشكيلي ليكي، ولا أنت جادة فعلا وبتعرفي ترسمي وبتقعدي في الشارع وبترسمي بجد وتطلعي لاندسكيب مظبوط ونسب مظبوطة قبل أي حد أنت تكوني قيم على نفسك؟ الإجابة كانت بالنسبة لي إن أنا الحقيقة لم أجيد كل الحاجات دي بشكل حقيقي، كله قشور
لأن الفن هو أعمق من أنه نكتسب فيه خبرات بس في سنوات الدراسة، ولازم الاستمرار بجدية. اضطريت أبدأ من البداية خالص بقى، ابتديت أقعد فعلا في الشارع وأرسم بجد، ويطلع الرسم مش بالضرورة ممتاز قوي، لكن حاولت أني أتعلم بقى درجة درجة لغاية ما ابتديت أرتبط أكتر بالهوية، لأنه مع ده كان خط الدراسة بقى أن أنا أدرس في الكلية، أكمل دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه، لأن الاثنين هما الحافظ الوحيد، لأنه المحتوى الإنساني بتاع الفنان يفضل هنا يتم باختياره.